قبل قراءة أي سورة تقول بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قلنا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعدين في أول كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم. سنوية مارن ساكني ماماكي إن سورة أو نتبق مجنى قرآن دي تقني هماكي إن بسم الله الرحمن الرحيم تأكيد سيكا ألوني هماكي إن بكماسنا قرآن دي مغاتك في أروفة نمتب الله سبحانه وتعالى مارن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. مثلا هذا إذا أريد أقرأ الفاتحة. نعم. وجبارني ريفا ني سريرين سكا تي هماكن زن سورة الفاتحة زن تي تكوني مغاتك في أروفة من الشيطان سنويت مغاتك في أروفة نمتب الله سبحانه وتعالى من الشيطان تنوي منو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. سورة الإخلاص مثلا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. سنوي زيكم بارن ما كاسكاس كدي سورة الإخلاص إخلاص سنوي مغاتك في أروفنا عدم تبلس بما سبحانه وتعالى من الشيطان تنوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دي ما معك لسورة الإخلاص. نعم.